احنا اخواننا الاحباء بقى مع نجم ساطع، نجم سطع صوته بالحق، نجم دمر التشيع لانه من ابناء الشيعة، نجم انا شايفه هو شوكة في العصر الحديث في حناجر الشيعة الاثني عشري، هو اسير القطران. تفضل اخونا اسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، شكرا على هذا الإطراء الجميل. أتمنى أن أكون خادما تحت أرجل أهل السنة الله يحفظك، والجماعة، الله أخدم يسلمك. دين الإسلام وأدافع عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن عليه الصلاة والسلام. زوجاته أمهاتنا أمهات المؤمنين طاهرات العفيفات المبرآت، وعن صحابته النجباء الأبطال الذين نشروا الدين والإسلام والسنة في صقاع الأرض الحمد لله. كاملة. لولا الله ثم هم لما وصلنا للدين، والآن كنا نردح تحت عبادة البقر أو القرود أو الفئران مثل الهنود، لكن لله الحمد. الحمد لله. شيخنا اسمح لي أن أكون بعض الشيء صريح أنا، تفضل يا حبيبي. وتعرف أنت دائما أكون صريح، ربما تكون صراحتي جارحة لبعض لا الأشخاص. بالعكس. شيخنا أنا ضد مسألة، جدا يعني جدا ضد مسألة المناظرات. أتفق اسألني معك. ليش ضد مسألة أنا أتفق المناظرات. معك والله. أنا أتفق، نعم أنا أتفق معك في مناظرة لا بأس بها، كما تكون في قناة صفا وجها لوجه، الشاشة والكاميرات على الضيفين، لا خلاف، ما أتخالف مع هذا الشيء. أنا تمام. أؤيد هذه المناظرة. نعم. شيخنا الحبيب، أنا سبق وقلت، شرحت في فيديو أني انسجنت في صحيح. أحد الدول، صحيح. وكنت في السجن ما أخرج من الزنزانة إلا وعلى عيوني هذه الربطة التي وضعها وعد اللامي، نعم. ما أخرج من باب الزنزانة إلا وعلى عيني هذه الربطة التي وضعها وعد اللامي أمس. نعم يا حبيبي. إذا ت... أنا 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 تركت قناة وليد إسماعيل، ما صرت أتابع الصوت وتابع الوضع كله من قناة وعد اللامي. نعم. وجدت أن وعد اللامي بين أرجله تابلت، نعم. وكل من لا يصدقني الآن من الشيعة والسنة فليشتري هذه الربطة. أرجو منكم يا أهل السنة أن تشتروا هذه الربطة وأن تربطوها بنفس الصيغة التي يربطها وعد اللامي إلى أطراف عينه، مو نصف خشمه، إلى أطراف عينه. أنا واحد من الناس، قلت لك في السجن كنت أرى أشياء كثيرة تحت من البلاط وغيرها، نعم. صح أني لا أرى أمام، أنا قلت لكن أخويا أرى الحبيب أشياء هو كثيرة. لو استخدم أخونا أسير جهاز زوم إن للصوتيات وواحد بيتكلم عن بعد 2 متر بيمليه، مش هيطلع عنده في المايك. تمام؟ غير هذا، غير الكلام اللي تقوله أنت، الزوم وغيره، الوثائق تحت أرجله، نعم. جميع الوثائق اللي يستدل فيها تحت أرجله، واللي ما يصدقني فليتابع حركته عند ما ينتهي من المداخلة، ينزل إيده وبعدين يصعدها، ما يعرف وين يوديها وين يجيبها. هذا يدل على أنه يرى ما بين أرجله. نعم. النقطة الثانية الآن الشيخ وليد وإنت وشيخ منبر وشيخ رامي عيسى ومشايخنا الطيبين، وهذه قناتهم التي دمرت معاقل الشيعة، كثير من الناس يعلنون هدايتهم عندكم، صح ولا غلط؟ صحيح. صح ولا غلط؟ صحيح الحمد طيب لله. سمعت لك واحد أعلن هدايته بعد مناظرة؟ لا. إلا مرة طيب عائلة من ليش؟ النجف، لأن أنا مرة بس عائلة من النجف كلمتني، كانت بعد مناظرة مع ميسم الموسوي، وفعلا كانت تركت التشيع تلك العائلة، يعني هي كانت على المحك، ففضل الله سبحانه وتعالى، دي المرة اللي حصلت بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا، النقطة اللي أريد أتكلم عنها أن في المناظرات مثل ما قلت حضرتك، أن الشيعي يحاول أن يفرغ جميع ما في جعبته من صحيح الشبهات. صحيح لهذا أنت تلاحظه في المناظرات، يقفز على عائشة، يقفز على عمر، يقفز على أبو صحيح بكر، يقفز على أبو حنيفة، ويقفز على معرف وين، ويقفز حتى يلقي. هو ما جاي عنده يريد أدلة أو جاي يستدل أو جاي من هذا الباب. مناظرة البارحة هي من أفقر المناظرات عند الشيعة ومن أكثرها هزيمة للشيعة، لكنهم استخدموا الحيلة التكنولوجية مثل ما قلت، واستخدم الحيلة هذه مع غطاء العين، وهو يشوف ما فوق رجله من التابلت، نعم ويحرك الأدلة
والمراسلات شغالة على رجله. أنا أدعو كل من لا يصدقني أن يشتري هذه الربطة ويجلس جلسة وعد الرامي اللامي ويحط الربطة على عينه ويشوف هذا الكلام. صحيح. لكن أقول لكم يا شيعة، أقول لكم شيء، أقسم بالله في ناس قاعد يخاطبوني بالتليجرام وباليوتيوب وأنا مو داعية، يقولوا لي يا شيخ أنا مش داعية، أنا ما قاعد أدعو، أنا قاعد أفضح أبو هذا الدين. لكن أنصدم لما شيعية تقول لي والله العظيم ما كنت أعرف ديننا هالشكل إلا لما تابعت فيديوهات. واحد الله. شيعي يقول لي أقسم بالله لك أنت شرشح ديننا، دمرت دمار ما كنا نعرف هذه المصائب، وأنا كافر بهذا. يا رجل والله أنا أنصدم لما يعلنوا هالشيء، أقول يا جماعة الخير أنا لاني وليد إسماعيل ولاني فلان، ما قاعد أقول قال الله قال الرسول كذا كذا كذا، أنا كل اللي قاعد أجيبه فيديو فضيحة أفضح أبو دينكم. هذا الدين لله الحمد ناصر الله عز وجل الحمد لله. وقاعد ينتشر، وصراخكم وصل عنان السماء، الحمد ولا لله. تستطيعون أن تنشروا دينكم إلا في ديار الفقر، في ديار الناس الفقراء، وبين المتصوفة اللي هم أخوان دينكم، عبدة قبور، لطامة، مدروشة، أهل بدع، أهل خرافات. لا تستطيعون أن تنشروا دينكم، ائتوني بشخص واحد هديتوه لدينكم في أوروبا أو أمريكا، ائتوني بشخص واحد هديتوه لدينكم في دول الخليج الشبعانة، تذهبون إلى دول أفريقيا التعبانة أو إلى كلمتك دي آسيا هنا التعبانة. أثير، والله والله في المحك، يذهبون إلى الفقر واستغلاله حاجة الناس. آه والله. نعم يا شيخنا، أنا الآن احترق قلبي ونزلت لي فيديو الآن قبل نص ساعة أو ساعة تقريبا في قناتي، خاطبت بي شعب تونس، ومن خلال شاشتك خاطب أيضا شعب تونس. هذا المدعو وأحمد ما أعرف إيش اسمه، هذا الذي يستأجر قنوات تونسية، تصور يا شيخنا قناة تونسية تفتح له المجال ويستأجر الاستوديو كله بمذيعينه بالجمهور ماله، ويدخل بالاستوديو ويبث سمومه دون أن يعارض أحد. لكن في دولنا الدول العربية ممنوع عليك أن تجادل في هذه، يعتبرونها من الطائفية، وسجنوا شيوخ كثير لأنهم يتكلمون عن هذا الموضوع، وأسكتوا شيوخ كثير لأنهم يتكلمون عن هذا الموضوع، وخاصة دول الخليج هي المعرضة للخطر الأكبر، فقد انتهى العراق وانتهت سوريا وانتهى اليمن وانتهى لبنان، والدور عليهم لا انت ينفع أن سمعت اخونا تدفون سوريا، رعبتك اخونا اسير اللي قال لك جنسوا اكتر من 2 مليون ايراني عشان يقلبوا التشيع كله في سوريا وتصبح سوريا كلها شيعية اثنا عشرية بدل ما كانت علوية. شيخنا أنا من المتابع لهذه الأمور من زمان، وأنا أبكي وأصرخ على حال الأمة الإسلامية كيف يقبلون بهذا الذل والهوان. لقد انتشر في سوريا جميع الطوق السوري، شلون يقولون الحزام حزام بغداد، حزام بغداد كان كله سني، الآن حزام بغداد أفرغوه من أهل السنة والجماعة، كذلك حزام دمشق، حزام دمشق كان كله من السنة أفرغوه، الآن جابوا الأفغاني وجابوا الإيراني وجابوا الميليشيات والعراقي، وبنت لهم إيران مجمعات سكنية حتى يكون يعني تغيير ديموغرافي في سوريا والعراق واليمن يحصل لمصلحة هؤلاء. دعم دولي ودعم أممي وسكوت وخنوع وجبن عربي للأسف الشديد. وتحياتي إليك يا جزاك الله شيخنا، خيرا أخونا. وأنا أحذر على أهلنا في فكرة أنت تونس، اللي ما يعرفش أحذر أثير، أهلنا في تونس. اللي ما يعرفش أثير القطراني ولسه بيتابع تفضل. أثير القطراني، كان شيعي وهداه الله سبحانه وتعالى للحق برضه، عشان أحسن الناس تفتكر إنك أنت الله الله من أهل يثبتنا السنة. ويجزاك جزاك خير الله يا خيرا شيخنا، أخونا. الله يثبتنا ويجزاك تكرم خير. حبيبي، جزاك الله وإياك خيرا شيخنا. في حفظ الله.